هذا محل الحلويات، وهناك مفاجأة جميلة في داخل هذا المحل. النحل معبى المكان، لكن هناك ألفة بين الناس وبين النحل، سبحان الله، يجي على مود الرحيق. صلى الله عليه محمد وعلى آل محمد. والصاحبين المكان يعني حاطين تسبيحات والصلوات وعلى آل محمد، الله وسلم. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. سبحان الله، ويرزقكم من حيث لا تعلمون. النحل يعني معبى المكان، سبحان الله. في من الألفة والجمال بين الناس وبين النحل، وكلش مسالمات. يعني شوفوا النحل سبحان الله، شوفوا النحل سبحان الله، هاي كل نحل سبحان الله. والناس عادي بتجي، كله نحل سبحان الله. هاي النحل تقطع العشرات من الكيلومترات في سبيل تجي تأخذ العسل، اللحيق، السكريات. وسبحان الله، يعني ما شايف هيك شيء جمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محل من فطاير وحلويات جميل جدا جدا، ما شاء الله ما شاء الله. محل شعبي جميل وأكله لذيذ. هذا راديو من أيام زمان. جميل جميل، الناس طيبين وأكلهم طيب كمان، والحلويات سبحان الله. هذا النحل سبحان الله، شوف النحل والألفة. النحلة سبحان الله. طبعا أخذت من هذا المكان هذا الخبز المغربي، هم معروفين أنه يسووه، وهي من العادات والتقاليد التي تعود إلى عصور قديمة. والعسل اللي هم معروفين أيضا به، وأيضا الشاي المغربي. لكنه سبحان الله اللي جلب انتباهي اللي هو هذا النحل اللي الله سبحانه وتعالى ألهمه، يعني هاي الألفة، أنه يأتي من مكان بعيد لكي يأخذ السكر، لأن محل حلويات، بس هاي الألفة بين الناس وبين النحل، يعني جدا سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الشاي المغربي المعروفين به. بسم الله الرحمن الرحيم.